يوتيوب ولا في التويتر نلقاك ونجيب العنوان. خلينا نشوف المقطع. ودي يبغى يسال يسال. مين مقدم الفقرة؟ يا عبد العزيز ترجع فقرة. مين مقدم الفقرة معك؟ كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف. اوكي؟ الدليخي. ايه. خير. انقلب برا وتراك رافع ضغطي. انا اكره المكان هذا. رافع ضغطي ده. تبغى روح مني. انقلع من اول ترى من اول فاقع كبدي. هذا فاصل. انا اقول لك. فاصل. فاصل. من اول لا 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 تسوي فيني ترى من اول ترى لا تقدر رجال قدر رجال اذا انت ما تشوف رجال ترى احنا ما نشوفك بشيء دقيقه دقيقه تكلم دقيقه منصور تكلم يا حبيبي دقيقه بالله مو مو الله يخليك عبد الرحمن في كل مقطع طالع عبد الرحمن في كل مشهد داخل طيب انت قبل شو تقول اني مقدم هنا انت ماسك طيب هنا تقديم. برنامج طبيعة واقع فلازم تقدم شيء لا مو بلازم امسك مقدم امسك موضوع سوالف انا هي فقرة كانت الحمزة المزجاجي عشان بنفس الوقت احنا ندخل في ذاك الوقت انه ثولاند وكذا انت قاعد تقدم انت انا قاعد اقدم انا اقول لك فلازم اقدم شيء بغير محتوى الانشاد ف قدم سوالف قدم مبادرة طيب هذا السوالف يعني ترى حتى اجهز الأسئلة ما عديتها ترى بس سؤال كذا يعني كنت تعبي هواء مو تعبيه هواء كل الناس كانت تعبي هواء ما اقول لك يعني انت كنت اخويا كان يعبون هواء اكيد ما في واحد حلوين قاعد يتعبون هواء ها كويس عبي هواء عبي هواء يلا برامج واقع تعبيه هواء يلا حلو يعني فاضي جالسين حاطين 90 يوم برنامج 90 يوم في فريق عمل في مخرجين في مهندس صوت في فلوس في ناس قاعد تدفع عشان يعبي هواء مو معقول عبي هواء مو معقول انت تعرف كنسل البرنامج الجاي لا يقول عبي هواء احنا اقول لك طريقه ولا انت اخوياك هم اللي يلعبون هواء برنامج واقع ما في تعبئه هواء ما في تعبئه هواء ابدا بس انا اقول لك يعني مكان فاضي مكان فاضي يعني عبي هواء انت كنت تسمع صح روحوا عبوا المكان الفلاني وين المكان مكان فاضي كلهم ما شاء الله في حمزه صوته جميل في عبد الرحمن ما في شك انا ما اتكلم في شباب يسولفون في منصور والله راعي طاقه تلقى ضحك وناس زعلت عليها انت ما ادري ليش في خالد العمره انا اتمنى خالد العمره قاعد يسدح بالشال تمام طيب في مجموعه هذا دليل احمد السليطي حاط الشبه والدنيا في ناس ما تقول انا اعبي هواء لا انا ما اقول لك اني انا بنفسي اعبي هواء ايش تقول كثير تقول بدل كثير يعبون هذا 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 المكان انت تقول انا طالع اقدم قاعد اعبي هواء حتى انت قاعد في الحياه تعبي هواء لا انا اذا انت تشوف نفسك تعبي هواء لا انا ما قاعد اعبي هواء انا انت نفسك في الحياه كلنا نعبي هواء لا 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 انا خلقت لعباده الامور الثانيه الجانبيه كلنا خلقنا لعباده لكن تمام خليك معي بس قبل ما نروح بوريك مقطع انا بس دقيقه خليني بسالك حاجه بس تمنيت انه ما يكون المقطع هذا لا بس انا بسالك حاجه عن المقطع هذا ليش زعلت منصور؟ تقول انا تقول انا حايمه تبدي من زمان فانت واضح انك شايل شيء قديم لا انا كلمت في كان في رابع يوم او خمس يوم وانا ما كنت اعرف جيد المنصور الفايز طيب ولا كان يعرفني تمنيت ان المزح كان اخف من ذا الشيء وانا قد كلمته خارج البث انه ما يعني يخطأ عليكم يخطأ علي بكلمه يعني معروفه الناس تعرفها يعني لو انها عليك ما انا احترم كمقدم بس انك انت انضغطت مره انضغطت لان الكلمه اللي قالها كانت صدمة لي يعني وللجمهور يعني إذا ما رديت أنا بس إني أكون حكيم أنا في الرد أنا أكون حكيم معك في الرد بس إذا كان حكمك الكلمة؟ أربعة وش الكلمة؟ أقولها لا يا أخي وش الكلمة؟ ما أدري وش الكلمة؟ كلمة عبد الدليخي عاد أنت فسرها وفسر الجمهور إيه تقول لي الدليخي يعني كأنك قاعد تقول لي أنت الدليخي أنا أشوف هو قال الأول هو شو يقولون قال حمد الدليخي لا حمد الدليخي هو ارجع وكلم طيب ايش المشكلة؟ قال لك المشكلة في الكلمة وش المشكلة حمد الدليخي؟ لا يا حبيبي ترى عندك مشاهد عندك متابع عندك عندي مشاهد عندي متابع طيب عندي دقيقة خليني أنت أخطيت علي؟ ليش 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 ليش؟ خليك يا حبيبي أسلوب جميل يا حبيبي احنا قلنا أنا أندرتك كم مرة يا سعود كذا كذا ودي أندرتي وين؟ خارج البث خارج البث صح لا تمزح قدام البث خلاص تمزح معي خارج البث أنت اوكي انت تحكم الحين تحكم تصرفاتك قدام البث لا ما احكم تحكم ما تحكم تصرفاتك لا احكم تصرفاتي قدام البث قدام تحكم ولا ما تحكم لا احكم تحكم تصرفاتك قدام مشاهد احترم الشاشه واحترم المشاهد وكذلك تحترم خويك واخوياك اللي جنبك انت اخطيت علي طيب
وانا في شاشه مستعد اقول لك كلمتك دي لا تعيدها في الشاشه احنا على الهواء كلمتك لا تعيد طق طقه قفشه تحن صيدها معنى المواقف مضحكه لو فتت احنا نعيد